هل نشوف رحيل قادة الفرق إلى فرق أخرى؟ هذا شفناه في المواسم الأخيرة. محمد نور أيضا في أخبار كان يتحدث أنه راح يروح لقطر. ماجد القحطاني يقرأ لنا هذا الموضوع. استمرارا لنظرية غياب الأمان في مفهوم كرة القدم، إن في نتائجها أو في أحداثها أو حتى في انتقالات مدربيها ولاعبيها، فإننا اليوم أمام ظاهرة جديدة قد تكون فريدة بعض الشيء في ملاعبنا السعودية على الأقل، ظاهرة جديدة يمكن تسميتها برحيل قادة الفرق المؤثرين للأندية المختلفة. ورغم وجود حالات نادرة لمثل هذه الانتقالات في فترات ماضية بعيدة في الكرة السعودية، إلا أن استفحال الظاهرة في السنوات الأخيرة هو ما جعلنا نتوقف عندها. لم يكن خميس العويران أول قائد ينتقل من نادي لآخر، إلا أنه لم يكن أيضا الأخير بعد أن توالت الحالات تباعا لهذه الظاهرة التي وجدت رواجا كبيرا في النادي الأهلي حين صدر للأندية الأخرى على الأقل 5 ممن تقلدوا شارة قيادته في يوم من الأيام. فحسين عبد الغني ونايف القاضي ومنصور النجعي ووليد عبد ربه وأخيرا مالك معاذ. هذه الظاهرة أيضا طالت نادي الهلال بعد أن رحل قائده السابق ياسر القحطاني للدوري الإماراتي، وشد عمر الغامدي رحاله للشباب. ولا يبدو أن لمسلسل الانتقالات هذا حلقة أخيرة في ظل الغموض وبعض تسريبات الأخبار القادمة من ناديي الاتحاد والنصر، والتي تتحدث عن إمكانية انتقال قائد الاتحاد محمد نور وقائد النصر السابق سعد الحارثي في ظل عدم وصولهما لاتفاق نهائي مع إدارتي فريقهما. ظاهرة رحيل القادة المؤثرين عن أنديتهم رغم مرارتها بالنسبة للجمهور العاشق، إلا أنها لا تعدم الفائدة، فهي تعزز بشكل أو بآخر التوجه نحو الكرة الشاملة التي لا تتأثر كثيرا حين تفقد منظومة العمل ركنها الأساس، وتحمل إدارات الأندية ومسؤوليها مهمة تجهيز القائد البديل بوقت كاف لتولي مهام القائد الراحل مباشرة. عبد الله، الموضوع بناخذه من جهتين، اللي هو قادة الفرق اللي ينتقلون لفرق أخرى ومدى تقبل الجماهير لهذا الموضوع، وموضوع محمد نور إنه ممكن يكون في هذا الاتجاه ولا لا. شوف، الوضع هذا كان غير مقبول وصعب يتقبله أي رياضي سعودي قبل أن يعني يتجرأ أو تتجرأ إدارة الهلال وتتخذ قرار إبعاد ياسر القحطاني. الاستغناء عن ياسر القحطاني، المهاجم الكبير ياسر القحطاني الذي غادر إلى نادي العين، كان يعني يمثل مفاجأة، ويعني في البداية كان غريب، لكن بدأ الهلاليين على اختلاف يعني توجهاتهم، الرياضيين على اختلاف ميولهم، أراء يعني مختلفة، منهم من يؤيد، منهم من يعارض، منهم من اعتبر هذا من مصلحة ياسر، منهم من رأى أن الهلال بحاجة لياسر حتى لو هبط مستوى نوعا ما، منهم من يرى أن ياسر لا يزال نجم كبير ولم يهبط مستواه، وبدليل أنه كان يسجل الأهداف العام الماضي. الآن أنا أتوقع أن أي لاعب، أي نادي بيستغني عن لاعب في الفترة المقبلة ما راح يكون بردة الفعل اللي شفناها في البداية مع ياسر. الأندية يجب أنها بالذات اللاعب لما يعني يكبر في يعني يطول في العمر ويبدأ مستوى يهبط، الأندية يعني تحتاج إلى التجديد المقنن، التجديد اللي يعني يكون مدروس وبالاستفادة من القاعدة وبالاستفادة من الفرق الأولمبية في الأندية. الحين عندنا مسابقات كثيرة، عندنا منتخبات كثيرة كلها مليانة ومليئة باللاعبين، فلذلك أنا أتصور أنه ممكن نشوف حالات كثيرة مستقبلا. وإن كانت مع محمد نور، يعني محمد نور ترى في الفترة الحالية لا يزال يعني وضعها كنجم جماهيري في نادي الاتحاد
يعني صعب الجمهور انه يعني يتقبل الفكره لكن اذا الاداره شعرت واحنا قاعدين نعيش ازمه ماليه يعني في جميع الانديه تعاني اذا بيصير فيه عقد من بيجي عرض من نادي خليجي بيحل مشاكل الاتحاد وان قاعدين نسمع انه الاتحاد يعاني ازمه والداعم اللي كان يدعم توقف دعمه او قلت فتوقع اي شيء نعم تركي أجاوب يمكن بشقين مختلفين الشق الأول عملية تدوير اللاعبين ما بين الأندية أنا بصراحة أراها سلبية لسبب أنها تقتل المواهب وتقتل التجديد بالنسبة للأندية أصبحت الأندية تركي ما عندها الجرأة في يعني إعطاء الفرصة للاعبين الشباب اللاعب الشاب كيف تعرف أنه نجم إذا لم يأخذ الفرصة في أنه يلعب للأسف تركي هذه حتى على المنتخب السعودي وأنا أقولها وسأذكر أمثلة على المنتخب السعودي قول. عملية إن ما في جرأة في إعطاء نشاهد أربع أندية هي من يعني يمثل المنتخب أربع أندية باحتياطيينها يعني على سبيل المثال أذكر على سبيل المثال كمثال مثلا ياسر الشهراني تصدق بالله لو بكرة يوقع للشباب راح المنتخب والله يروح المنتخب يلعب أساسي طيب وش الفرق هو ياسر اللعيب يعني الاتفاق مثلا فريق متصدر طبعا هي ما هي قاعده ان او ليس عيب ان يكون الاغلبيه من نادي معين او من فريق معين لكن يجب ان يكون عندنا ثقافه ان اللاعب يؤخذ اذا كان اساسي ويمثل اما عمليه اني انا اخذ لانه يلعب في الشباب انت تشوف انه احيانا الضغوطات الاعلاميه انه نقول خلي المنتخب محاصصه بين والله بين الانديه الاعلاميه والانديه الجماهيريه والله علشان والله نتقي شر السهام والله يا تركي انا رايي انا انت تشوف كذا انا ارى انها يعني قله ثقافه وقله يعني شجاعه في اعطاء الفرصه كان منتخب في يوم من الايام منصور الموسى شايع النفيسه صالح مبارك الله يرحمه وخالد الرويحي الله يرحمه وخالد الرويحي اسماء كثيره طيب مو اللاعب هو اللاعب يعني الى متى مثلا انا ارى يعني في لاعبين هم خلل او نقطه ضعف في انديتهم طيب ليش ما اعطي انا لاعب عمره 20 سنه اذا ما يلعب عمره 20 سنه متى يلعب هي عمليه جراه في اعطاء الفرصه انا الان قد يكون الاسباب كثيره مثلا في المنتخب السعودي اذا قلت اتحاد تاخر ريكارد اعطيك اي سبب لكن في سبب رئيسي يا اخي لبنان فازت على كوريا بلاعب واحد ترى لبنان انا هذه المعلومات ما اجيبها من عندي انا حللت مباراتين المنتخب لبنان اضافوا يحيى عنتر وغير خارطه الطريق مثل ما يقولون لاعب واحد انت احيانا توجد لاعب واحد يغير شكل الفريق اللاعب الواحد يصير يصبح مؤثر فما بالك لو كان اصبح لاعب او لاعبين او ثلاث عملي يا اخي انا اعطيك لعيبه في الشباب وهم احتياط في المنتخب لعيبه في الهلال وهم احتياط في المنتخب اللعيبة يعني حتى عشان ما حد يفهم كلامي غلط والله لا حد يدخل في النوايا لكن خذ كلامي هل هو صحيح ولا مو صحيح والله حتى الهلال تضرر مسكين توماس دول في مرة من المرات يصيح ما عنده إلا 10 لاعبين تخيل المنتخب الأولمبي ماخذين 8 أو 7 لاعبين من الهلال بينما مركز الهلال التاسع أنا لا الهلال مو هو اللي يفرض لاعبين المشكلة عملية أنك أنت تقحم الهلال وتقحم الأندية الأخرى بس فيصل السلطان كان احتياط عبد الله الأصل الآن في المنتخب احتياط يعني مو أنا الشيل هو الأساسي وحين زيد إجمالا يعني حتى انتقال اللاعبين الآن إحنا نقول الاحتراف أعطني واحد دعم ياسر أسامة هوساوي في عملية احترافه بل الكل يتكلم يوميا على أنه يا أخي أسامة هوساوي لو طلع واحترف مو بس مصلحة الهلال مصلحة الكرة السعودية مصلحة اللاعبين بأنه يكسر حاجز أني أنا ما أقدر ألعب في أوروبا على الأقل للأجيال يا أخي كوريا نص لاعبين اليابان يلعبون في أقوى فرق في ألمانيا وفي هولندا وفي إسبانيا وفي في كل الدول لاعبين الجزائر لاعبين المغرب العربي إحنا نحتاج إلى من يفتح الطريق أنا أتوقع أتصور حتى ياسر حتى لو احترفت خليجيا على الأقل احترف على الأقل أعطي يعني مجال ياسر قحطاني في النهاية حيستفيد النادي وحيستفيد هو أسامة هوساوي أنا أتمنى لو احترف أسامة حيكسر قاعدة بأن اللعيبة ممكن يعني أنا كناشئ تعطيني ثقة نجاح أسامة أني أنا أقدر ألعب في الدوري الفرنسي الآن فوز على سبيل المثال فوز لبنان على كوريا والله غير كثير من المفاهيم حتى عند الشارع الرياضي
فهي حاجة يعني نحتاج إلى بداية المبادرة فقط. المبادرة فقط. عملية انتقال، إذا تبغى نتحدث عن محمد نور، محمد نور يمتلك شعبية كبيرة، محمد نور مؤثر في الاتحاد، أتصور إذا كان يعني لم يصل إلى إن من ناحية تكريم محمد نور أو من ناحية إنه يعني في آخر أمر من ناحية يعني كقيمة عقد أو ذا، فمحمد نور يستحق بلا شك، لأنه يعتبر من أفضل النجوم، بل هو رمز من رموز نادي الاتحاد أنا في رأيي الشخصي. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة.